وفي مداخلة هاتفية في نشرة سابقة قال الدكتور عبد العزيز أبول عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس إن التعاون البحريني المغربي يشمل جميع المجالات سيما المجال الاقتصادي. والحقيقة فيما يتعلق بالحديث عن العلاقات الأخوية الوثيقة بين المغرب والبحرين الحديث يتسع كثيرا، ولكن في الجانب الاقتصادي حتما هناك فرص واعدة جدا وهناك علاقات وطيدة، وأعتقد أنه العلاقات متنامية في التبادل التجاري. هناك العديد من الصادرات التي تذهب من البحرين إلى المغرب، وهناك العديد من الواردات التي تستوردها جهات متعددة من القطاع الخاص من المغرب الشقيق. العلاقات متنامية حقيقة، ونتمنى فعلا أنها تزداد. هناك قطاعات واعدة في البلدين لمزيد من التطور ومزيد من الاستثمارات المتبادلة، بالأخص في الجانب السياحي، وطبعا مثل ما تفضلت في عديد من الاتفاقيات تنظيم الطيران، تنظيم النقل الجوي، نعم، وما شابه. أعتقد أنه يعني المغرب من الدول العربية الشقيقة القريبة جدا من مملكة البحرين.